أعزائي المشاهدين، نتحدث عن علم من أعلام العراق أدى دورا مهما في تاريخه، وبل أنه قاد ثورة كبيرة على السلطة الظالمة في زمانه، ومع ذلك نسيه المؤرخون ولم يذكره التاريخ إلا لمحا، وعثرنا على معلومات مهمة عنه وعن ثورته هذه في الوثائق غير المنشورة المحفوظة في دار الوثائق المصرية في القاهرة، وبعض الوثائق المحلية الخاصة لدى بعض أحفاد هذا الرجل الذي نتحدث عنه الآن. يعني هذه المصادر غير متاحة إلى الآن، ولكن سنعتمدها في تقديم نبذة نتمنى أن تكون شيقة عن هذا الثائر الذي غفل عن ذكره المؤرخون. الرجل الذي نتحدث عنه هو عبد الكريم بن سبتي، قد لا يعرفه وأنا متأكدا لا يعرفه الأكثرون. عبد الكريم بن سبتي هذا كان ثائرا موصليا، قاد ثورة مسلحة ضد الحكم العثماني المباشر الذي كان يتمثل بوالي الموصل في عهده محمد باشا إنجه برقدار، وهذا كان مشهورا بقسوته وبعنفه في التعامل مع يعني مع الناس. ووالي بغداد المعاصر له وهو علي رضا باشا اللاص، تمكن هذا الثائر من أن يقود ثورة عارمة ضد الحكم العثماني المباشر كما قلنا، وتزعم مدينة الموصل وامتدت الثورة، ويعني مرت بظروف صعبة حتى تم القضاء عليها باستخدام المدافع وباللفي والتبعيد وبإعدام الكثيرين من الثائرين. ومع كل هذا الثورة ظلت يعني معتم عليها كما يقال، ولم نجد معلومات في المصادر التاريخية عنها، لذلك أنا أسميها الثورة المنسية إذا جاز التعبير. من هو عبد الكريم بن سبتي هذا؟ الغريب أننا يعني نلاحظ أنه لم يكن في الأصل من الموصل، هو كان بن سبتي، وسبتي هذا أحد زعماء قبيلة الخزاعل في جنوب العراق في منطقة الديوانية، قاد عشيرته مسانداً لقبيلة المنتفق التي كانت تناوئ الحكم العثماني في تلك المناطق، ساند هذه القبيلة، وكانت ثمرة هذه المساندة أنه اضطر إلى أن يعبر نهر المسرهد يعني نهر الغراف، وغرقت فرسه، وهو استطاع أن يخرج من النهر إلى الضفة الثانية. حينما جاء الجيش العثماني يبحث، الجنود العثمانية يبحثون، لم يجدوه، يعني هو كان قد خرج إلى مكان فلم يعثروا عليه، وعثروا على فرسه الغريقة، فتصوروا أنه غرق هو أيضا في النهر، في حين هو استطاع أن يهرب ثم يعني ويلقي القبض عليه فيما بعد، ونفي وسجن في مدينة الموصل. هنا تبدأ علاقته بمدينة الموصل، سجن في مدينة الموصل لمدة طويلة، وبعد حين يعني من سجنه مكث مسجونا هناك نحو 11 سنة يعني، وفي خلال هذه الفترة استطاع أن يستقدم زوجته وابنه عبد الكريم، وكانت زوجته من قبيلة العبيد المقيمة في قريبا من الموصل، ثم توفي هناك. أما عبد الكريم هذا ابنه فقد يعني كان شابا، أصبح شابا، وتزعم محلة مهمة في الموصل وهي محلة المكاوي،
وكانت هذه المسألة يعني حقيقة جديرة بأن نشير إليها. المحلات في الموصل كانت مواطن لفرق من الجيش الانكشاري، ثم حينما تحللت هذه الفرق، تحللت بمعنى بعد إلغاء نظام الانكشارية، أصبحت هذه المحلات تشكل ما يشبه أن تكون ميليشيات محلية، يعني لم يكن هناك تنظيم عسكري منضبط، وإنما أصبحت هناك قوات محلية تحل محل تلك الفرق الانكشارية السابقة. فانضم عبد الكريم هذا إلى إحدى تلك الفرق المقيمة في محلة المكاوي، إحدى المحلات المهمة في مدينة الموصل القديمة، وأصبح يعني أشبه أن يكون زعيما لهذه الفرقة ورافع رايتها، لذلك عرف بالبيرقدار يعني حامل الراية، وأصبح يعني يواليه كثير من أبناء محلته وأبناء المحلات الأخرى. في تلك الظروف الحرجة التي كانت تمر بها الموصل بعد سقوط نظام الأسرة الجليلية التي حكمت الموصل حكما شبه مستقل أو شبه حكما ذاتيا إذا جاز التعبير لمدة قرن ويزيد، وتولى الموصل في تلك الفترة محمد باشا إنجا بيرقدار المعروف بقسوته وبتعامله الشديد مع رعيته، تجمعت الدواعي الثورة بزيادة الظلم الاجتماعي الذي ساد الموصل في ذلك الوقت. ومن هنا يعني قاد عبد الكريم هذا ثورة محلته، ومن انضم إليها من أبناء المحلات الأخرى، ثم توسعت هذه الثورة شيئا فشيئا حتى شملت الموصل كلها، وكاد الحكم أن ينفلت من قبضة محمد باشا إنجا بيرقدار الممثل للسلطة العثمانية المباشرة، ولم يستطع هذا الوالي أن يقضي على هذه الثورة إلا بعد جهد جهيد وسقوط ضحايا كثيرة من الموصليين ومن قواته أيضا. وحينما استطاع أن يحبط هذه الثورة تمكن من إلقاء القبض على عدد كبير من الثائرين، فأعدم 72 موصليا بتهمة الثورة عليه على السلطة، وأبعد 7 من الموصليين من العلماء من علماء الموصل إلى البصرة، وقضى عليها بقسوة متناهية، واستخدم في القضاء عليها المدفعية الثقيلة، يعني هذا كان أمرا جديدا ولافتا للنظر، يعني لمدة ما كانت هذه المدافع تضرب أحياء الموصل القديمة حيث كان الثوار قد اعتصموا فيها. وفي الأخير تمكن من القضاء على الثورة وانتهت الثورة. هنا لدينا ملاحظة، المؤرخ الوحيد الذي أشار إلى انتفاضة الموصل في عام 1839، هذه جرت في 1839، كان هو المؤرخ الموصلي سليمان الصائغ، ذكر فقرة واحدة، قال أن محمد باشا إنجا بيرقدار قضى على هذه الثورة بعنف واستخدم المدفعية، نعم، ولكن كانت هذه بسبب رفض الموصليين التجنيد الإجباري الذي يعني فرضه عليهم بيرقدار محمد باشا إنجا بيرقدار، مع أن وقائع الثورة تكشف عن أن هذا لم يكن هو السبب الحقيقي، لأن القسوة التي اتبعها والتنكيل الذي اتبعه في حق الأبرياء وأكثرهم ممن لا يخضع لنظام التجنيد، يعني في أعمار أما أن تكون فتية أو أن تكون كبيرة بالعمر، يعني هذا التنكيل الشديد لا يفسره هذا التبرير، إنما كانت هناك عوامل سياسية يعني أخرى علينا أن نفتش عنها. ربما كانت الوثائق المصرية الموجودة في الأرشيف الوثائق المصرية تكشف عن أسباب هذه الثورة،
في تلك الفترة كانت البلاد العربية لا سيما العراق وبلاد الشام ومصر تمر بمنعطف مهم ببروز حكم محمد علي والي مصر القوي الذي بسط سلطانه على بلاد الشام وأصبح يمثل تهديداً للدولة العثمانية نفسها. وبدأت القوى الوطنية والمحلية في العراق تميل إلى جانب إبراهيم باشا ابن محمد علي، يعني تخلع ولاءها للولاة العثمانية في بغداد علي رضا باشا أو الإنجنيير أقدار، وتتحالف مع إبراهيم باشا ابن محمد علي، هذا ما تكشف عنه الوثائق المصرية. وكانت هذه الثورة متعاطفة أو تشكل حزبا متعاطفا، يعني منذ فترة كان هذا الحزب له بعض إرهاصاته، كانت هذه الثورة متعاطفة مع حكم إبراهيم باشا، إبراهيم باشا ابن محمد علي. من هنا جاء التنكيل والقسوة في التعامل مع الثوار، ليس لرفضهم التجنيد، يعني هذه كانت حجة، ولكن لهذا التعاطف الذي كشفت عنه الوثائق الموجودة في الأرشيف المصري. كان الثائرون يتراسلون سرا مع القيادة المصرية في بلاد الشام ويعلنون لها أنهم ينتظرون قدوم العساكر المصرية المنصورة كما تذكر الوثائق بالحرف يعني. فإذا كان الثورة أبعادها المهمة، ثم أن هؤلاء الثوار كانوا لكرههم بنظام علي رضا باشا الله متعاطفين مع حكم الأسرة الجليلية الذي سقط قبل هذا التاريخ بنحو 5 سنوات، يعني وسقط حكمهم سنة 1834 والثورة قامت 1839، وآخر ولاتهم يحيى باشا الجليلي كان متحالفا أصلا مع إبراهيم باشا، يعني هناك وثائق تشير إلى أنه دخل الموصل باسم إبراهيم باشا وليس باسم الدولة العثمانية، يعني كان قد أعلن تبعيته بشكل مطلق إلى جانب المصريين، الجيش المصري في بلاد الشام. هنا تكمن إذن أسباب الثورة وتتوضح لنا الدواعي التي أدت إلى القسوة الواضحة في التعامل معها. من اللافت للنظر أيضا أن عبد الكريم هذا كان له ولد واحد هو نعرف اسمه هو جاسم، وجاسم جاء له ولد هو أسعد، أسعد هذا اتبع سيرة جده، يعني أيضا تولى زعامة جماعة ما كانوا يسمون جماعة البرقدارية، يعني اللي في رأس الكور وفي المكاوي وفي يعني في بعض المحلات المجاورة لها من الموصل، تزعم هذا التجمع وقاد ثورة أخرى بعد حين ضد السلطة العثمانية المباشرة، ولم تتمكن هذه السلطة من القضاء عليه إلا باستخدام القوة السافرة والقوة المفرطة في القضاء على هذه الانتفاضة وإلقاء القبض على أسعد هذا ونفيه إلى إسطنبول، وقيل أنه أعدم هناك. وبهذا انتهت آخر انتفاضات الموصل ضد السلطة المباشرة في تاريخها العثماني كله. هذه الصفحة من تاريخ الموصل لم تكشف المصادر عنها إلا هذه اللمعة التي ذكرها سليمان الصايغ، وهي أيضا غير دقيقة، ولكن نستدل منها على أن يعني على الخسائر أو على الضحايا التي سقطت نتيجة قيام هذه الثورة، يعني 72 شخص يعدم، ليس هذا أمرا هينا في ظرف في ذلك الوقت، يعني في ذلك العصر 72 واحد يعدم علنا، يعني شيء كبير فعلا في حكم مقاييس ذلك العصر. ونفي العلماء إلى البصرة أيضا يكشف على مشاركة فئات مختلفة، يعني ليس أبناء المحلات فحسب، وإنما العلماء أيضا انضموا إلى هذه الثورة، وإلا لماذا يبعدون إلى البصرة. لدينا تقرير عثرنا عليه في الأرشيف المصري
يكتبه أحد العيون يعني أحد المكلفين بإرسال التقارير إلى القيادة المصرية في بلاد الشام، فيه تفاصيل لا نجدها في الوثائق المحلية التي سبق أن عثرنا عليها، تشير إلى التعاون والتحالف الذي والتعاطف الذي كان موجودا بين بقايا القيادة الجليلية يعني بقايا الحزب الموالي للجليليين في الموصل وبين إبراهيم باشا، وكانت ثورة عبد الكريم بن سبتي هذه تدخل في هذا المجال، يعني هي من التي كانت تميل إلى إعادة حكم الجليليين ليس حبا بالأسرة التي تولت هذه يعني الأسرة الجليلية فحسب، وإنما للتخلص من مظالم محمد باشا إنجي بيرقدار هذا الوالي الذي لم يوصف إلا بالعنف والتعسف والظلم. هذه الوثائق حقيقة جديرة بالنشر، وقد نشرنا بعضا منها في بعض بحوثنا، ولا تزال كثير من جوانب هذه الثورة يعني جديرة بأن تلفت نظر المؤرخين والباحثين اليوم. بوصفها تمثل انتفاضة كبيرة اندلعت في مدينة الموصل وكانت لها قياداتها، وطبعا عبد الكريم بن سبتي لم يكن هو القائد الوحيد لهذه الانتفاضة، وإنما شاركه في قيادته قيادات المحلات الموصلية الأخرى، يعني كل محلة كانت يتزعمها كبيرها بعض الثائرين فيها، بحيث أنهم شكلوا قوة عسكرية منظمة وقادرة على أن تصمد في أحياء الموصل مناوئة للسلطة العثمانية المباشرة. وعرف هؤلاء زعامة هذه الانتفاضة بجماعة البيرقدارية، طبعا البيرقدار ليس محمد باشا إنجا بيرقدار لكن الوالي اللي تكلمنا عنه، هذه البيرقدارية نسبة إلى أن عبد الكريم بن سبتي هذا شغل منصب بيرقدار محلته، يعني رافع رايتها في الملمات في الظروف في المعارك كان يرفع الراية، وهذه الرايات هي حقيقة تمثل بقايا نظام الانكشارية، يعني الظل الأخير للنظام الانكشارية، كان لكل فرقة في هذه المحلات رايتها، وحتى بعد أن تحلل وتفكك نظام الانكشارية وتحولت يعني هذه المحلات أصبحت هي تشكل القوى العسكرية على نحو شعبي، يعني ظلت هذه الألقاب سارية ومتوارثة، وظلت منصب البيرقدار يعني يحمله البارزون من أهل هذه المحلات، وكان عبد الكريم هذا وابنه وحفيده يتولون وراثة هذه الزعامة. إذن نحن أمام ثورة منظمة ولها زعاماتها ولها راياتها ولها فئاتها، يعني أو لها التأييد من قبل الفئات المختلفة والطبقات المتنوعة في مدينة الموصل، حتى أننا وجدنا يعني العلماء وغيرهم فضلا عن الحرفيين وأبناء المحلات ينضمون إليها ويلقون الجزاء حين انتهت هذه الثورة بالإعدام والنفي. ثورة البيرقدارية إذن تعد فصلا مهما من تاريخ الموصل ومن تاريخ العراق، وهي ثورة أو انتفاضة كبيرة مهدت حتى بعد فشلها أو بعد انتهاء آخر انتفاضاتها التي قادها أسعد حفيد عبد الكريم بن سبتي، يعني مهدت إلى تغيرات في مستوى أو في الوعي العام لأبناء المدينة، وهو ما سنستطيع أن نتابعه في الفترات اللاحقة، لا سيما بعد الحرب العالمية الأولى وبعد يعني ما وبعد انقضاء صفحة العهد العثماني، خلقت نوعا من الوعي الوطني لدى أبناء المدينة، ونوعا من التماسك الاجتماعي والقدرة على والقوة والرغبة في التحدي كما لاحظنا.
أعزائي المشاهدين إلى حلقة أخرى وحديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.